كل هذا جعلنا اليوم نقرر أن نتحرك بكيفية أقوى مما تحركنا عليه في الماضي. ذلك أننا قررنا أن نرسل إلى ليبيا، إلى سوريا الشقيقة، أن نرسل إلى سوريا الشقيقة وحدات آلية وقوات بشرية من قواتنا المسلحة الملكية ابتداء من الشهر المقبل. لم يكن العراقيون والأردنيون أول الواصلين، فقبل 5 أشهر بدء الحرب أرسل الملك الحسن الثاني ملك المغرب لواء لدعم الجبهة السورية، أطلق عليه اسم التجريدة. التجريدة بالمناسبة هو تعبير مغربي يحيل على النجدة أو الحملة، فالمغاربة أعطوا حراسة السفوح الشرقية لمرسل جبل الشيخ.
باحتدام المعارك توالى وصول قوات من دول عربية أخرى. على الجبهة السورية واجهنا بادئ الأمر لواء مغربيا، بعد ذلك جاء العراقيون وقاتلناهم، ثم جاء الأردنيون، وبعدهم وصل السعوديون. لقد وجدنا هناك 4 جيوش وكان علينا أن نقاتلهم. The Golan Heights. In 1973, this rocky terrain on the Israel-Syria border turns into a killing ground. This was a no-holds-barred fight. Neither side backed down from it. The casualties are appalling, and the future of the Middle East is at stake in one of history's greatest tank battles. It's daunting. It's inconceivable. It's an inferno. ولا بد لي في هذه اللحظات الحاسمة من أن أوجه تحية من القلب إلى هؤلاء العسكريين البواسل الذين جاءوا إلى قطرنا من المغرب الشقيق ليشاركوا في معركة العزة والكرامة وليقدموا الدم سخيا إلى جانب إخوانهم في سوريا ومصر، فجسدوا بذلك وحدة الأمة ووحدة المصير وقدسية الهدف. وكانت الكتيبة المغربية مدربة جيدا وتضم خيرة ضباط وجنود المدفعية المغربية الذين كان أغلبهم من ثقنة قصر السوق سابقا الرشيدية حاليا ومن مدرسة الدار البيضاء بمكناس. وكانت تلك التجريدة المغربية تحت إمرة الجنرال الراحل عبد السلام الصفريوي. وبحسب الجريدة المصرية فقد لعبت التجريدة المغربية دورا حاسما في حرب أكتوبر 1973 من خلال تحرير أجزاء مهمة من هضبة الجولان مع وحدات عراقية، وتمكنت لوحدها من تحرير جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق وتل أبيب. وكان مفروضا أن تحمي طائرات الميغ السوفيتية الصنع التي كان يتوفر عليها الجيش السوري هذا النصر الذي حققه المغاربة من خلال توفير غطاء جوي لهم، غير أنها تخلت عنهم وأيضا أمرت القوات السورية بالانسحاب. وكانت الطائرات الوحيدة التي بدأت في التحليق فوق رؤوس العسكريين المغاربة كانت الطائرات الإسرائيلية من نوع ميراج الفرنسية الصنع F-5 الأمريكية الصنع، وسقط العديد من الشهداء المغاربة نتيجة القصف الجوي، وتمكن الجيش الإسرائيلي من استعادة جبل الشيخ الاستراتيجي. ولولا تدخل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لأبيد كامل جنود التجريدة المغربية، حيث أمر سلاح الجو العراقي بتأمين الكتيبة المغربية. بالكتابة والقولة على أننا قررنا المعركة وخضناها حسب طريقة وتصميم مدروس، وخضناها لأننا أردناها في مواقيتها ومواقعها، علينا إذن ألا نظهر بالمتهورين وأن نظهر بالشعب العربي والأمة الإسلامية التي هي في مستوى مواعيد التاريخ وفي مستوى تاريخها وحاضرها ومستقبلها.